السلام عليكم يا جدعان. فتحت اليوتيوب قلت اما اتفرج على علاء الصوفي، بس ثانيه واحده كده 24000 شده يا ابن المحظوظه يا فوزي، ده زمن وهايص. تعال نشوف يا جدعان هيعمل ايه بال 24000 شده دول. 24000 شده، 24000 شده. انا بفكر افتح بال 4300 شده، وعيني ال 20000 للطقم اللي هينزل يا جدعان. عارفين انتوا هينزل بدله اكس بتاعه المحيط جامده كده يا جدعان، وكل مسج ميه بتروح حاجات يا جدعان، عظمه يا جدعان. وساعتها كان عندي فضول اعرف ايه البدله الجديده دي، وشغلت المحنك امسولو اللي جوايا. طيب يا جدعان، مبدئيا كده المحنك امسولو رجع، عشان كده النهارده جبت لكم بدله اكس كامله. ثواني بس يا جدعان قبل ما نبدا، ما تنساش تصلي على النبي يا اسطى عليها افضل الصلاه والسلام، وتنزل تدوس لايك وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس. يلا بينا. يعني بص البدله عامله ازاي يا جدعان، البدله جامده جامده جامده. يعني بصوا، بص الامير البحار ده، ولا مش عارف ملك البحار ده، بص البدله عامله ازاي، بص السمك يا جدعان جامده قوي. بص يا جدعان البدله فخمه فخمه فخمه. يعني بص برضو السيف اللي طالع من ايده ده، ودي ليفل كده 5 ولا ليفل 6، دي عربيات تسلا اللي هتنزل جديده او نزلت مش عارف بصراحه. حلو يا جدعان، ده المفروض التريلر للايه، اللي هو الاعلان للبدله. فتعالى نشوف الاعلان بتاعها عامل ازاي. يعني بس اكيد جامد يا جدعان، اكيد. يعني بص يا جدعان البتاعه دي عامله، ايوه يا جدعان اعلان متكلف بجد، اعلان جامد. ده تبقى بدله يعني تقريبا اجمد من الفرعون واجمد من الغراب بيامه بصراحه، شكلها كده. بص المفروض ده جيش بقى، ده جيش بابجي، وده الملك بقى ده اللي هو المفروض بتاع البحار ده. بص التلج، التلج ايه الصخر كده بيروح من عليه. حلو، دي بقى تقريبا معاه سكنات تاني. اه بص الان دي البدله تقريبا، بس دي ليفل واحد تقريبا، دي ليفل واحد يا جدعان، مش عارف بنسبه كبيره دي البدله ليفل واحد. حلو، بص يعني حتى دي ليفل واحد جميله. بص دي بقى الماسك بتاع صاحبك، بتديله ماسك تقريبا بيحطه على وشه ولا حاجه شبه كده. يعني استنى بس عشان عايزين نشوفوا ايه الكلمه مسج بتاعتها. بص المفروض، بص يا لهوي على الجمدان، حقك يا اسطى تورك المسج والله. بص دي الدخله بتاعته تقريبا في اللوبي، يقوم داخل كده، بص بيجيب عليه سمك كده، سمك تونه او سمك زي كده، ويقوم ماسك السيف ويقوم طالع كده من تحت الارض. عظمه. حلو، بص بقى دي اللي كده بدله ماكس، المفروض كده ماكس زي ما انا شايف. يعني والله يا جدعان بفكر اجيبها انا كمان. حلو، دي الرقصات المفروض، اه دي الرقصات اللي هتطلع مع البدله، اللي بتيجي مع البدله كده في الباكج تقريبا، ممكن تفتح فيها برضو ب 300 سيلفر. حلو، في بقى ايه تاني في الباكج ده، في القنبله بتاعت الاخطبوط دي، هي عامله كده ليه يا جدعان. حلو، دي الشنطه برضو بتاعت البحار، بس رايقة يا جدعان. بصوا بتتحرك ازاي، فيها حاجات موك كده بتتحرك جامدة. ايوه يا جدعان اقسم بالله، بصوا هيبقى باكج نار ده. حلو، دي بقى شنطة، ودي بقى ايه، ايوه دي الشنطة ليفل واحد، ماشي. دي الشنطة ليفل اتنين، فين بقى الشنطة ليفل تلاتة، ايوه هي دي. جدعان جامدة يا جدعان، يا لهوي بقى. بص دي بقى الباراشوت، مقاربة مقاربة لبتاعت الفرعون، نفس الستايل ونفس الفكرة، وبتاعت الغراب نفس الفكرة برضو، بس بتبقى الشكل حسب البدلة، فاهمين قصدي؟ بس بصراحة يعني أنا كأمسولو بحب أكتر حاجة الباراشوت بتاعت الفرعون بصراحة. حلو، ده الماسك برضو بتاع البدلة اللي جنبه. حلو، دي بقى تنزل تقريبا معاه في الباكج، في الباكج بتاع البحار ده تقريبا البدلة دي هتنزل معاه بنسبة كبيرة. حلو بقى، دي إيه تاني؟ دي إيه دي؟ دي حاجة شبه الفرعون دي ولا إيه ده؟ نفس الشعر والله، تتقابل معاه في نفس الباكج برضو. حلو، المفروض بقى ايه دي كده معاه في الباكج برضو. في بقى يا جدعان البدله اللي جنبه دي، البدله اللي جنبه دي جميله قوي. ايوه اللي على الشمال دي يا اسطى، وريهاني كده، بس انا قصدي يا جدعان على اللي تحت دي، اللي هي دي. ثواني كده لما يلبسها نشوف عامله ازاي. يا لهوي على الجمدان، عظمه اقسم بالله يا جدعان عظمه. بص البدله بترفرف ازاي، وجميله جميله قوي. واقول لك على حاجه، التسريبات دي يعني صح بنسبه 100%، يعني كل اللي انت بتشوفه ده دلوقتي هتشوفه في الباكج كامل.
عيب عليك يا صاحبي، بقول لك محنك وبتاع وبجيب من حاجات مصادر موثوقه وبتاع، يعني خبره في الموضوع ده. اي تسريب هتلاقيني جاي لك بيه اول باول. حلو يا جدعان، دي المفروض الماسك ابو عين متغطيه ده. اتاكد يا اسطى ان انت مشترك يا اسطى، عشان احنا على 100000 فما تنساش تشترك. حلو يا جدعان، دي بترفرف برضو بس دي ميستيك. ده هيبقى فيه مسكات ياما يا جدعان للحوار ده، هيبقى فيه مسكات ياما قوي. حلو، المفروض بقى بس بصراحه احلى مسك في الحاجات دي كلها هي البدله اللي قلت لكم. حلوه البدله البيضاء اللي فوق دي. حلو ده الماسك بتاعها دي، عشان دي بدله كامله يا جدعان، يعني هو المفروض دلوقتي بيوريها لك كامله، فاهمين قصدي؟ وده الفريم، بس الفريم يعني يعتبر ملوش لازمه. بصوا يا جدعان بقى، دي بدله البحار، دي الليفلات بتاعتها، دي ليفل واحد كده من غير ما تتطور اي حاجه خالص. تمام، حلو. انا عايز بقى اشوفها وهي ماكس فعلا بقى من عندك كده. تمام، هي المفروض هي بتلمع كده. والله بابجي دي لعبه ذكيه قوي اقسم بالله، بتنزل لك يعني سكنات جامده شبه السكن ده، فما انت عشان تقعد تدفع فيها وبتاع. اخواتي الكحيانين احنا مالناش دعوه بالحاجات دي، احنا بس بنتفرج عشان نعرفوا هينزل امتى الكلام ده، لكن احنا مالناش دعوه بالحوارات دي. بص بص يا اسطى البتاع دي بتنور ازاي. بص بص الاناديل اللي بتيجي وراه كده، بص فيكتور بيعمل ايه يا جدعان، جمدان اقسم بالله. ايه ده، بص برضو دي بتاعت الاناديل تاني. ايوه بص الاناديل يا جدعان بتنزل ازاي. ايوه يا جدعان هتبقى عظمه اقسم بالله. حلو، المفروض بعد كده ليفل 3. حلو، ده ليفل 3 كده في البدله دي. قشطه، بس يا جدعان جامده دي كده، المفروض بتتغير الشكل. ليفل 3 في اي بدله من الحاجات دي بتغير الشكل بس، مش بتعمل فيه حاجه تاني. حلو يا جدعان، المفروض كده الشكل اتغير. ودي بقى الكل مسج، بصوا الكل مسج عامله ازاي يا جدعان، البحر اللي بيطلع منها دي. بص يا جدعان عظمه اقسم بالله، بصوا يا جدعان الميه دي عامله ازاي. بص ده ليفل 5 برضو، دي الداخله اللي هو تقريبا وانت داخل للوبي مع اي حد. بس دي ليفل 5 كده، ودي الكل مسج. حلو، دي الداخله تاني بياكد عليها، بيقول لك بص يا اسطى العظمه يا اسطى. يا جدعان بدله فخمه قوي بجد، اجمد من الفرعون. من الاخر لا يا اسطى، اجمد من فرعون يا اسطى. انت مش شايف الكل مسج والدخله عامله ازاي والشكل فخامه. بص السيف، بص السيف لوحده عامل ازاي ده. بص الدولفين اللي نظر من ورا ده، ولا مش عارف ده ايه، ده تقريبا حوت، ده مش دولفين. ايوه يا جدعان حوت، حوت مش دولفين ده. ايوه يا جدعان على الماكس، يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الماكس يا جدعان. ايه ده يا جدعان، جامده 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 قوي يا اسطى. انت بجد لو انت بايدك او ناوي تشتري، يعني ناوي تحوش وتجيب حاجه يعني فرعون اكس، يعني انت فاهمين قصدي، ناوي تجيب اكس سوت اللي هي بدله اكس، تشتري دي. انت يعني دي اللي هتنزل، اسمع مني، دي اللي هتنزل بنفس الستايل، بنفس الكل مسج، بنفس كل حاجه. لو انت ناوي فانا اقول لك خد دوس في دي الصراحه. حلو، ايه ده بقى تقريبا بيقول لك ايه ده. حلو ده ايه ده، تسلا، دي عربيات تسلا. تمام، حلو، دي عربيات تنزل، هتنزل جديدة. مش عارف بقى هل العربية دي هتنزل في اللعبة، يعني هتنزل في بابجي كده عادي، ولا دي تنزل لسكنات الداسية او سكنات اللي هي العربية الجديدة دي، مش عارف بجد والله. بس خلينا نتفرج اهو، هو بصراحة اللون الفضي ده جامد، والعربية شكلها جامد بصراحة. يعني بص العربية اللون بتلمع يعني فخمة. لا الرصاصي احلى من دي الصراحة، ولا دي لامبورجيني انا مش عارف. لا اهو تسلا، ما مكتوب تسلا تحت اهو، بس اللون يعني اللون الرصاصي احلى من اللون الاحمر ده بياما بصراحه، ده اللي انا حاسه. بس والله فكره حلوه ان بابجي تقعد تجدد في العربيات ياما كده بصراحه. بص بقى العربيه دي اللي غريب، انا مش فاهم انا ايه العربيه دي يا جدعان. بص العربيه دي عامله ازاي كده، هي عربيه تقريبا مدرعه، ممكن وانت بتضرب الدروب بتنزلها، دي مدرعه جديده مش عارف. حلوه، هي في ناس بتركب ورا برضو، ولا مكان ممكن تحط فيه اللوت مثلا مش فاهم. حلو ده الازرق منها برضو، بس برضو زي ما انا على وضع الرصاصي احلى بياما بصراحه. حلو برضو ده السودا، السودا فخمه. ايه الجمدان ده، جامده جامده قوي يا جدعان. ايه ده، لا بس برضو يعني لا السودا احلى بصراحه. فانا يا جدعان لو حد يعرف بقى في الحوار ده يقول لي، هل العربيه دي هتكون مثلا مكان المدرعه، ولا دي مثلا نازله عربيه جديده ونازله سكن مكان داسيا، مش عارف. انا زي ما انت كده والله، والله اول مره اشوف الفيديو معاكم اصلا، فاهمين قصدي. حلوه تقريبا كده الباكج خلاص. طيب احنا شفنا كده العربيه تسلا
وشفنا اسمه ده يا ربي البدله بتاعت ملك البحيطات ده. شكرا كده الصراحه. بس تسميه كانت دي كل حاجه التسريبات النهارده. انا محنك جامد اسمع مني، اي تسريبات رايقه بقى يبقى قولوها لي وانا ايه هحاول اجيبها لكم الفتره الجايه يعني. فده كان فيديو سريع بتاع النهارده على التسريبات بتاعت البدله الجديده والكلام ده كله. فبس كده كان معاكم امسلو، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.